الحائط اللي من وراء الجدران والبيبان ما يقدر يكون شعبي، ما يقدر يكون ناقص، ما يعرف شو اللي صاير. كل اللي يجيبون التقارير، ومن يكتب هالتقارير الله يعلم. ولكن الحائط اللي يتواصل مع ناس شعبي شباب، خاصة الجنوب هذا أكثر شباب اللي يتواصل. فهذا هو الشباب هو المستقبل. ما كنت ما قلت لكم أنا في المحاضرة أن أكبر شيء في دولة الإمارات هو عندي. عنده المستقبل. فكل شيء ننظر إليه. الآن خاطب جاب، تكلم معه، شعراء، يشوفون شعراء حتى نحن نمشي على الطريق الصحيح. فهذه وحدة من هاي الوسائل اللي هي تكرس من بعضنا البعض. أما القائد اللي يكون من وراء الجدران والجبال هذا ما يقدر يقول ولا يعرف شو اللي حاصل. وتصيب المعصومين ما تعرفون، المعصومين يعني فاهم كل شيء وهم ما يفهمون.